وانا اخوك. هذه لحمة الحاشي يا خالد ونبيك طال عمرك تضبطها لنا. كبسة لحمة الحاشي وتطيب خاطرك جعل والله فيه العافية عليك وعلى اخوياك. اخوك مقعد السهلي. ايش دخل مقعد السهلي؟ ونعم اخوي مقعد. ونعم عداد ما مشيت من نار تام. مرحبا الف وبيض الله وجهك. بيض الله وجهك يا مقعد. جعل والله عمرك سنين وانا اخوك. هذه الهدية من عند مقعد اخوي جايب لحمة حاشي. وهذه الهدية من بنات مقعد اخوي اللي هي الله من نور عطوف. طبعا اسمها منيرة واسمها عواطف. مرحبا بفراج. منيرة وعواطف لب والله قلوبكم. الله يعطيكم العافية. منيرة مسميها الوالدة جعلها في الجنة. اللهم امين يا رب. هدية بسيطة لك ولاخوياك المتسابقين. لك ولاخوياك. اي استمع. هذه لك ولاخوياك. هذه يعني وش هو؟ دقيقة. لك ولاخوياك يعني مو لك لحالك. واستمر يا عمي. واستمر يا عمي حنا وراك وداعمينك. بنت اخوك مقعد. بنت اخوك بنات اخوك انا لخبطني. بنات اخوك مقعد منيره وعواطف. لب والله عيونكم في ذمتي. اصبر. لب والله قلوبكم. الله يعطيكم العافيه وحظكم بالعم الفخم يا ابن الحلال. مكتوب مكتوب لك كل اخويانك يعني واضح وصريح انه حتى احنا لنا نصيب. هذه بس لكم نصيب. هبلها حلبه. لكم نصيب. هبلها بن. لكم نصيب بس بهذه بس. ايوه هو يحدد. هو يحدد. هم اللي حددوا. انا ما والله زين منك فايده يا خالد. دقيقه والله الاقرض يا ابو. هذا طال عمرك يقول ابشر ما خليك تقول. هاي كفو ابو طلال. ولانك اصبر اصبر يا احمد. تكفى يا احمد. اسلم. ولانك مميز ما نرضى الا المميز. ما نرضى لك الا المميز. اجلد حقهم. حصلنا الهديه افضل من العطور اللي تحبها. الله فريق دعمك طويق. فريق دعمك طويق. جمال طويق. حز خالد السهلي. لب والله كبوتكم في ذمك. لب والله قلوبكم. هذه خلني اقرا. هذه بوكس خلنا نشوف. تاكد جيدا ان تواجدك الدائم على الشاشه يصنع فارقا كبير في اسعادنا. شكرا لك على ما تقدمه. نحن معك وداعمون لك. الكلمات لا تستطيع التعبير عن الفخر والحب الذي املكه الان تجاه ما اراه من ابداعك وتفاعلك ونجوميتك. أسأل الله لك التوفيق ولزملائك. وشكرا لكم على ما تقدمون من صورة جميلة عن معنى الأخوة الحقيقية. هدية بسيطة من ابنة أختك ديم محمد. الله يسعدك يا ديم. هذه لب والله قلبها. هذه ديوم. ما شاء الله تبارك الله. اللهم أمين. هذه بنت أختي. بنت أختك. جاي عمرها طويل إن شاء الله ولب عينها. وجايبت لي هدية. أجلد أجلد. وهذه طال عمركم. هذا من عبد العزيز العون. الله أكبر. هذا عبد العزيز طال عمرك. بس. ما بقى. كأنك سمع. ظني أنتم ظهركم خابرين كل أسبوع. هدية. وهو يقدم لي هدية. بيض الله وجهه. استاهل نبض بوكسنج ذا الحين. وهديته طال عمرك. شوف ايش هديته. الله تستاهل يا أبو حامد. الله قلب الأسد. قلب هذا الأسد. بيكون إن شاء الله يعني لبس الخالد. وفي حال ما خلص المسار. هذه هي رسالته اقرها يعني. ابشر على خشمي. الى نجمنا خالد السهلي. تاكد اننا فخورين فيك. مثل ما انت فخورين لك من البدايه. وتذكر انك جمهورك معك. تكفى دقيقه. تكفى. واضحه وصريحه. دقيقه يا احمد. الله يهديكم. الله يهديكم يا عيال. الله يهديكم ويصلح. ما عليه ما عليه ما عليه. الى نجمنا خالد السهلي. تاكد اننا فخورين فيك مثل ما انت فخور فينا. وتذكر ان جمهورك معك في كل وقت. والحروف قليله في مدحنا لك يا قلب الاسد. عبد العزيز العوني. لب والله قلبك يا عبو عزوز. نعم والله. لكن اسمع عزوز انا من هذا المنبر. انا من هذا المنبر امون على خالد وامون عليك ان شاء الله. بيلبسه خالد كم يوم وبعدين انا بلبسه. وبيض الله وجهك وجمال الله. تستاهل والله تستاهل. طبعا هذا عطر وتعرف الرعاة اللي عندنا ما نقدر نبين العطر. ولكن العطر هذا هنا من العطور المفضله عندي. تستاهل والله. هذا اول شيء. هذا ثاني شيء. خلينا نشوف هدية ديوم. ديوم يا ديوم. ديوم يا ديوم. قل بسم الله. قل بسم الله. قل بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله. انفذ انفذ عليها. انفذ عليها انفذ عليها. انفذ عليها. تشبت من روحها. انفذ عليها. انفذ عليها. دقيقة تكفى عمي. انفذ عليها. الله يبعد وجهكم. طبعا جمهوري من وين؟ والله الشرف لي. طبعا حلويات بسكويت وذا البسكويت وذا راحت. الحلوى احنا من طعم اخوياي. ومن ناحيه الصوره استاهل يا عبد.
الله يبيض وجه فريق جمهور فلاح. يقول طير شلوى عبد الله القمي، علم الرسام لا يتعب يمينه، وعلم المرسوم ماله فيه حاجه، مستحيل يجيب خشمه، كيف عينه ابتلش عاده يبي يرسم حجاجه. الله يبيض العبود وما قصروا، و جمهور فلاح عامين الله يبيض وجههم، واللي جاب والله ما ادري رجال او مره، بس الله يبيض وجهه ويبيض وجهه ان كان رجال، ويبيض وجهكم جميع والله. ثم الله ان انتم تدخلون علينا السرور وتفرحونا، ما كنت متوقع تجينا هديه الاسبوع ذا، ولكن الله يبيض وجهكم. انتم معكم توقع المستحيل لانكم انتم قده، والله يبيض وجهكم، وهذه تحيه مني لكم. تستاهل. الحين نرجع، هذه عاد هديه ديو. بسم الله خلينا نفك، اصبر عشان نتشارك الفرحه كاني والله متعلق. يسعد الله. بسم الله عينك بعلقها. يا حلوه ديوب يا ديوب يا زينك زينا يا ديوب. كذا 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 اصبر اصبر خلينا نشوف ايش جابت لي. الله تيشيرت يا زين. يا الله يا ابو حمد ازو. الله يسعدك يا ديوم، الله انها فنانه يعني، حتى عشان البسها بعدين ما شاء الله تبارك الله. انت كيف جبت البس؟ البس يا رجال. تبارك الله عليك يا ديوم. ايش مكتوب؟ ميامي. الله جايبته من ميامي هذا التيشيرت. وش الثاني؟ والله وش الثاني؟ بنطلون. بنطلون وين البنطلون؟ كلها كلها بنطلون. والله وجهها ديوم. وهذه؟ شرابات. شرابات علشان يدفع. ايوه ما شاء الله تبارك الله. شوف والله والله هذا من فرو الخروف علشان تدفع. والله والله تجيب، والله تجيب باقي البطلة. دقيقة يعني شوف 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 دقيقة هذا البطلة. اللهم صل عليك يا نبي الله. ما شاء الله عز الله اني حتى بلبسه. ما شاء الله ما شاء الله والله عينها. الله يسعدها. طيب اللي بعده. طيب تستاهل في طبعا هذا يعني حلا. الحلا حلا دائما انت الحلا. ولا نبي نبين اسم الحلا. نعم اللهم انه حلا عشان الرعاة. بيض الله وجيههم ابو حمد. هذه بنات مقعد اخوي. بيض الله وجيههم. انا ان شاء الله الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي ان شاء الله انها تجي اشياء. لا معاد غرامه، معاد الغرامه. وكلم قول 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 لا اوصيكم اوصيكم معاد الغرامه اوصيكم. اصبر بالهداوه بالهداوه. بسم الله بالهداوه بالهداوه. ورا وجهك يا مقعد. اصبر اصبر يا ولد. اصبر صل على النبي. ما عليك ابشر. ايوه كذا كويس. ايوه دي من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. اللهم صل عليك يا نبي الله يا شي الرن عيني. الله الله يا ولد مغلفه وشي. الله يسعدك يا اخ ورده ويعطينا ورد يا اخي. لبى قلبك. شوف 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 قلبك. لبى قلبك يا شيخ. اللهم صل عليك يا نبي الله. حمد حاشي. اشهد بالله ان هيبي لها وش. لا مو مضغوط اليوم. ما بنسوي مضغوط. اللي بنسوي نسوي ايش اليوم؟ معرق اليوم. معرق اليوم العشاء. اوه نسيت صح. لكن ان شاء الله بكره معرق حاشي كذا فخم. يرضى الله وجهك. حافظه تستاهل والله كل خير. وان شاء الله عقبالي باذن الله. ويستاهل ابو حمد والله مكنها لي. ولبى الله قلبك وانت وافي في الجاهليه وفي الاسلام ومعرب من خال وجد وحامي حد. عليك زود. والعقبه لنا باذن الله في مدبلات الليالي. واس اول شيء. ثاني شيء في الختام. وفي الختام يا اخوي شاكر لهم جزيلا. سلامه وانا جيت وانا جيت. طيب الى فيصل. الله خلاص فشلت. الزبده شباب والله. الى فيصل بن طلال. كيف الله ابوك؟ الى فيصل بن طلال. شكرا. فيدي ممكن تجي؟ الى فيصل بن طلال. الورد الاصفر تمام. شكرا لك على عطائك الدائم. كنت ولا زلت قد الهجوم. لا 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 كفو كفو. ودي اعرف اسم المديح. اسم الشخص زين جمهورك. بطلت تبدا انت؟ يجيكم يا جمهوري العزيز او يا الشخص اللي ارسلتها. اقول بيض الله وجه اللي ارسلها. الشخص اللي ارسلها ويا نوم عيني. مرتبك يا بطلان؟ والله لاني ما اعرف الشخص. اذا انت مرتبك شو تسوي؟ احس اني متوتر شوي. روح الربكه. شوف ذكي. طيب تروح الربكه صدقني. نفتح الحين ونقول بسم الله. اصبروا. اخرج واخرج. انا اعيش اللحظه العالي.
اوه يا عمي شلون هذا الزفت؟ اوه فريق دعم فيصل طلاسي هذا اللون اللي احبه لون المفضل. امزح والله امزح لون الهلال امزح والله يقطعك انت ولك امزح امزح يا حرام يلا رجع الله يقطع فيصل طلاسي الله اكبر يا ولدي كلامي يا احمد شمر يلا اوه رزاق خاصة يا علبة اللبن شكرا لي بديتكم على خير شوي ابشر بالساعة شكرا شكرا يا شباب لا 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 والله لا 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 والله قريته قريته مليون واحد شافك الحين يا حبيبي وانا ممنوع علي اصبروا خلونا اشياء خاصة لكني قريت يعني بامكاني اني اقول اصبروا يا فيصل من طلال لا هذه عادي يا عمه شكرا لك على عطائك الدائم فصولي طلولي كنت ولا زلت قد قد الهجوه يا كابتن والله تتوقع اني بفضل نايف 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 انا في وجهك يا نايف نايف والله نايف لا يلا يلا نايف نايف يا غالي يا غالي نايف عندي لا وريته وريته من ورا البراند البراند انك بنك مات انت انا ما لي علاقه بيحفظ عندي انت ابو عبد الرحمن بشيل عندي مخبي والله ما حيطلع انت ابو عبد الرحمن بشيل عندي مخبي عطني والله انا اللي من ذي انا هو احسنك بيض الله مقرر رساله اسمع مني الطريق الموضوع فيصل فسولي طلولي طيب بيض الله وجيهكم الذوق البحري والله كبوتكم يا سمح ده الحين ما راح البسه سروال ازرق والله ما والله من الممتاز ازرق تدري يجي على ايش على سروال ابيض الله طيب يا ربع انا يا ربع اسمعوني يا ربع انا عندي كيكه يا ربع لبك بوتكم شكرا 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 يا اللي ارسلتها وبيض الله وجهك بيض الشعب تستاهلون الطيب ولا انت ولا انت يلا تستاهل 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 ابطال حقك والله حبيبي تستاهل الحين نفرح بحقك نفرح يلا ابو صاخ ما نمشي نفرح في كيكه انا اسف فيصل طلال عادي لا ترى والله رساله كانت مقلوبه يا ابو طلال الزبده يا الربع اسمعوني انا والله يا دقيقه انا والله العظيم يا الربع اني مستحي من نفسي الحمد لله من نفسك ليش توك تسال من نفسك والله العظيم بشكره يعني انا اللي يسوي 80 يوم اقول بيتك يا حلبيه يا زعز انت وياه خلاص يا فهد من بصله هدوها خلاص خلنا نسولف خلنا نشكر معاد معاد واذا قلنا لا تخرب الجلسات زعل هذا معاد عدعودي دعدوعي ما خربت بفرح لهم والله ان كنا لي يشهد الله الله يجعلني يجعلني مكذب والله صح انك تجي بالناس ان ودي ان جتنا هذه بس والله اني افرح لكم الله يجعله بالعون شباب الوقت راح يجعل ويا الحين يحط الاشياء هذيك خلنا نشوف هدايا احمد اسمع هذه ثالثه لا اعتقد يا حول المحلبيه هذه اخر لاقعد تكفى اقعد 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 انك هذه شوكه ترى اقعد اسلموا الله يسعدكم سويت يلا ابدوا يا شباب انا مستمتع والله والله يا الربع اني انا مقصر مقصر بحق فريق دعمي اللي هم المختلفين صفقه شباب يستاهلون ايش اسمهم المختلفين مختلفين مختلفين عندك اعتراف لا ابدا ابدا اسم فيلم انت من روحك لا بغيت اذا عندك اعتراف على شيء خبرني عشان اعرف من بدري لا ايش دعوه عشان اعرف يعني العكس كل عشان اعرف اخذ واعطي معاكم بالحوار مختلفين والنادرين بالضبط شكرا لك حبيبي الذين ليس لهم مثل هذا متخلف ليس لهم مثيلا اختلاف جذري صح اختلاف خلف عطني كلمه المختلفين اول شيء جذري الله ذكر بما انك امبراطور يعني عطني كلمه المختلفين الجذر التربيعي شنو؟ المختلفين قلب دعم عز الله انهم مختلفين ما ادري ليش اختاروك يعني لانه مختلف المهم مختلفين مختلفين بالطيب والجود المهم علينا الفخامه المهم علينا مرجله
عز الله انهم واقفين معك وقفتنا تجمل. تستاهل يا احمد والله انهم كفو. صدقني اني هم وقفتهم والله انا مشكرة عليها بس السؤال هل وقفتهم للشخص؟ لا 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 بشير لا لا هم مختلفين وما جو الا عند الشخص المختلف. خلاص خلاص مشكور الشخص المختلف. طيب الله يجزاك. ما في اختلف منك باجر الانبح هذا اختلف شخص الحين. شباب دقيقه يا احمد الكل لابد ان يقف مع احمد ومع زملاء احمد. الله احنا صراحة سعيدين بهذا اليوم المبارك واليوم الجميل. الله والهدايا هذه صراحة تدخل يقول الله زلط في 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 لا لا فيها الله تهادوا وتحبوا. لا لا يلا حي العويسي يا مرحبا. دائما الهدايا تجدد العهد والمحبة والفرحة والسعادة. فجميل جدا حتى اذا كانت او رحلت لشخص يستاهلها. فانت تستاهل والله كل خير وتستاهل الزود يا ابو ادري والله لفك انت. صدقني يا حبيبي انها ما جتك الا وانت تستاهلها. ما بعد والله من الاشخاص اللي ارحب صدقني انكم من الاشخاص اللي انا احبهم على الصعيد الشخصي واللي انا افرح اذا جاهم شيء يعني مختلفين شيء ممتاز جدا. بيض الله وجيهم. وانا اقول لكم من هذا المنبر استمروا في دعم هذا الشخص لانه يستحق الدعم. الله يطول عمرك. بيض الله وجيه افرقه الدعم كله وما قصروا معنا كمتسابقين. اشهد بالله. لولا افرقه الدعم ما اتوقع ان احنا واصلين للشيء. لولا الله بعد الله طبعا. فشكرا شكرا شكرا اقولها انا بالنيابه عن اخوي وكل رجال يقدر يشكر. بيض الله وجهك من طيبك. وبيض الله وجهكم والله يجعلنا عند حسن الظن والله يدلنا على الطريق الصائب ويمنعنا من الطريق الخايب. الله انا بوجه كلمه طيب فريق دعم تسمحوا لي. طيب بس قبل لا فريق دعم هنا انا فريق دعم رساله. لا 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 يا البحر رساله مبطنه. خلو لا 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 انا لا 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 تكلم. انا اللي ما جته هديه لا افتح هدايا. ايوه ايوه ابغى اتكلم عشان رساله مبطنه. يا رب اسمعني انا بفتح عشان هداياي. قبل لا افتح الهدايا ابي كلمه منكم يا اخوياي يا اخويا الفلس فريق دعمي. طيب يا اخويا الدياب تستاهل يا احمد. هذا ما يستحق الدعم. لا ليه اسحب الكلمه اسحب الكلمه. تستاهل يا احمد. دقيقه اسمعني قبل لا تقول كلمه عشان يطلع عشان يطلع تصميم صح من اخيان احمد الاحمد واخر الورده هذه. لا لا خلها خلها انا مرتاح. يلا اسمع هلا اول شيء تستاهل والله يوفقك واسم على مسمى المختلفين والله يبيض وجيههم ويجمل حالهم ويجمل حال فرق الدعم كلها. وفي نفس الوقت برسل رساله لفريق دعم الله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم الصواعق وصائقة البزنس موجود ومتواجد وابشروا بكل خير. صح اني مقصر الايام دي لكن احنا بدونكم ولا شيء انا واخواني ولا اني بقطع على كلامهم شيء. وبيض الله وجيهكم واستمروا وسنصل وسنواصل معا والنجاح والقمه تسع الجميع ونحن مع بعض باذن الله. وشدوا حيلكم يا الصواعق لب الله قلوبكم. تستاهل العويس اعطني كلمه للمختلفين. يستاهلون صواعق بدي اشوف وجيههم المختلفين. انت مبدع الله يطول عمرك يا العويس. وتستاهل دعم المختلفين وعسى الله يوفقك ان شاء الله. واختاروا الشخص الصح المختلفين اختاروا الشخص الصح. عسى الله يوفقكم ان شاء الله ويوفقك يا احمد واتمنى لك المزيد من التقدم وانت مع فريقك المختلف. يا بعد حي انت الله يطول عمرك. امانه بالنسبه لي والله يا الربع انا ما اعرف اعبر تمر الصراحه عشان كذا قلت عشان كذا قاعد اقول لك تساعدوني انقذوني. لكن والله العظيم اني انا مقصر بحقها. صدقني هم ما يبغونك تعبر هم يبغونك تسمعنا شيء. ابشر بعزك بس المهم يا طويل العمر الله الباص لعبة الباصات خلوكم معي والله اضبطكم. والله العظيم اقول باص المدرسة بيض وجيكم والله العظيم خامل يوم واحد باص قبل الموعد جرب جرب صدقني ما تزورني كانك رب وشو كانك عسل 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 اصلي هاني هاني. فاقول يا طويل العمر السلامة الله يبيض وجيكم والله العظيم ان سعادة ما يعلم بها الا الله وان شيء يلجا الصدر لا جت هدايا وحتى حتى الاتصالات لا جت اتصالات ولا جات تبرعات ولا شيء والله العظيم اني افرح حيل حيل افرح. فبيض الله وجيكم تستاهل احسن الله يا اخي شو اللي احسن الله يا اخي احسن الله عزاء احسن الله عزاء من ميتها احسن الله عزاء من فقيدتها صالح والله يعطيكم العافيه وبيض الله وجيكم
طبعا هذا هدايا خنطر قدام يلا نطلعها نطلع شباب طلع يا شباب روح عيال دقيقه احمد شباب دقيقه نطلع الورد اول ما طلع شو تسوون؟ ما حد ما صفي اوكي خلص اسلم اخو عيال اخو عيال دقيقه لا لا مبكت الطلع يلا شله شله بس ايه ها ها يس اقرا الكلام هذه نعط نطاجه ثاني الله ديك كذا روح كذا ايوه انت بالشيطان لا يوزك ازه دقيقه وخر بعض شوي يا اخي جيبها هنا دقيقه اصبر كاتب لا اصبر كاتب الموضوع صايحه قذابه امان لا يقول انت روح دبل حجاب اسبابك سايحه في تايلند طاح غلبه طاح غلبه خلاص خلي خلي بلا يا اهديت كرودي ورديت لي باص ورستها بقلبي عسى الله يهديك الله طيب تعال كيك انا غمض غمض وامشي امشي امشي هذا الكيك ها ايوه عشان والله العظيم انها غاليه علي منك يا فريق قدم بعد 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 الله يبيض وجيهكم يا المختلفين والله العظيم اني محظوظ فيكم وانت ما ادري بكم محظوظين فيني فبيض الله وجيهكم والله يوفقكم دنيا واخره والله العظيم من شيء ما ينوصف ترى هذه غاليه شوف هذه اخو عيال دقيقه اخو عيال هذه موجوده بالكيس بالله عليك والله ايش مكتوب عليه مكتوب نحبك يا احمد استمر وين؟ يا اجمل والطف يا بعد روحي بيض الله وجهك اعذب متسابق خلق في وجه الكره الارضيه يا بعد روحي يا خرف ونحب اذنك ونحب دقلك الخايس نحب كل ما هو في احمد وتسابقنا الجميع سنقف معك دائما وابدا الى يوم القيامه ليس الى نهايه البرنامج نحن عائلتك نحن معك نحن معك قلبا وقالبا في شر ولا في خير في صح ولا في خطا تاكد ان حنا معك يا احمد والى الامام واصل وكلنا امل فيك وكلنا ثقه استمر يا احمد وبالك البيرك امين يا يمه ايش تتكلم تقل لسان مسجل بالع المهم يا شباب الله يبيض وجيهكم الله يبيض وجيهكم يا ربع دقيقه اسمعوني لقد وجد يا شباب يا الغالي يا ورد اصبر يا ابو شنب الصواعق لكن لم نجد المتسابق الى الان نحن نبحث عن المتسابق هذا الذي يدعي السارقه وين هذا هنا قدام لحيك انا شوف كاتب شباب في احمد ايش جاه ارطم لحيه المهم بيض الله وجيهكم خلاص دقيقه ماراثون على عين عرافس دقيقه شوي دقيقه يا ربع بيض الله وجيهكم شكاتبين شدوا حيلكم ما عليكم الف مبروك التدشين ان شاء الله باذن الله في اعمال جايه ان شاء الله يا فريق الدعم واقسم بالله يا عيال ان في اعمال مجهزه شيء 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 والله ما ظننت شيء نفلح على كيف كيفك على كيف كيفك والله من الحان والله من الكلمات كلمات حتى من كثر ماني دقيق دقيقه يا الغالي من كثر ماني دقيق بالعمل حتى الهندسه الصوتيه والتوزيع والدنيا هذه اشرفت عليها لله انهم يستاهلون مني كل خير لا ما تناكل كيف يا ربع ترى هذه 200 ريال قيمتها اقل شيء تدرون 200 ريال 200 ريال والله غاليه لا يغرك منها صغيره والله شيء ترى طيب بيض الله وجيهك شكرا فريق الفرقه الدعم لا بولك ابوي اي وينك خلنا ناكل يلا جيب جيب شوكه شوكه يا احمد تعال خلصت وردي طيب شباب اسمعوني خلصت ورودي واحد يعطيك شباب اسمعوني هذه مبروك تشيل احمد شمن فريق الدعم نايفر فايد السؤال لبيه قول الحين الهديه تنهدي ها تنهدي الهديه ما تنبع لك انها تنهدي صح 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 لا في ناس يقول الهديه لا تهدى وفي ناس يقول الهديه تهدى عادي لكن انا اذا هديتك اذا جيتك يا احمد وقلت لك هذه الورده لك هديه فهذه صارت ملكك انت تسوي بالك تبي تدفنها تبي تحرقها تبي تبيعها تبي تبيعها يعني الحين اخذت هذه انا هذه هديه هديه للمعلم كم واحد كم من واحد انت ينهد ذهب يروح يبيع ما يحتاج يحتاج الدره لا فهديتك انا ما ببيع ابي اهدي تهدي الورد اي نعم طيب انا يا الربع والله العظيم اسمعوا يا الربع في واحد والله بهالقعده هذه انا اغليه غلط ما يعلم به الله والله العظيم وما عده الا اخوي الكبير تلفت يميني من اسمك تفتح الكيك يا الغالي يعني المهم فداكم المهم تحداكم المهم يا طويل العمر والله العظيم في واحد في القعده هذه غالي علي حيل حيل غالي علي وانا لا شفته والله اعذرني بعين لا تنظرني بعين يا لا 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 يا لا 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 تنظرني عبود معهم 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 تعال عبود يا اخي تعال
الخير أسامة. شلونك بلاد تحقي؟ كله شاهي. أنا علمك. ها؟ فلاح سيوف. لا أحد منكم يزيد يتيني. العصا هذه ترى هي. أعلمك أعلمك اسمع. تعسيف تعسيف. اسمع يا أسامة. البلوفر. أيوه. وين البلوفر؟ ما أشوفه. البلوفر هذا هو. طيب. البلوفر ما يقارب ال 1500 دولار. يعني كم؟ بالدولار يعني يعني كم؟ 4000 وعليها. والله. إيه. البانت. البانت. شو اسمه ذا؟ سوبرفايزر. لا مو سوبرفايزر. سوبرفايزر في الخبر في شركة. سوبرفايزر في الخبر في شركة. ريالتي. ريالتي. اصبر يا عبد الله دقيقة. اصبر دقيقة سولف. يا 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 جماعة. البانت ذا شو اسمه البانت؟ بانت. شو اسمه؟ بانت. شو اسمه؟ بانت. حلو. بانت. عارفة انطق انا. بانت. بانت. 5000 دولار. اوه ما يقارب. للاسف الشديد انك رخيص الله يرضى عليك. غل غل شوي. انا خي قصة خي خي لو ابيع اللي ملابسي كلها اسف خلاص اسف سجيت انا كنت من الامبراطور سجيت والله ثاني مره وقف وقف طيب 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 لا 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 مو كل شيء مو كل شيء مو كل شيء مو كل شيء حبيبي مو كل شيء اوكي ما تفضحني في ما في شيء اسوء الشوز اي الشوز كم الشوز من الى 30000 دولار ايه دولار دولار 30000 30000 دولار اوكي شوف كم الحين بقول انا اصلا الجاكيت شوف في المحطه لا 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 الجاكيت شو اسمه اصبر جاكيت يا يا حبيبي دقيقه شو اسمه جاكيت لا الجاكيت الجاكيت الايش الجاكيت هذا همبلت الجاكيت ميبي ميبي يعني وش ميبي ميبي يعني ربما 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 ميبي بات ماكينه كويس 60000 دولار الى 70000 دولار اوكي قول الهول يا 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 الاوت بتاع بوت الاوت الاوت يلا اوكي انا اوكي يلا دخل يا خمشي وين لابس ثوب وغتره صح لا 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 تناظرني بعين لا تناظرني بعين لا 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 يلا سو سو بالعب تناظرني بعين خلاص طولنا سام عادي مالك عامك اياه شو اياه طيب يلا سلام طبعا الكوت هذا اللي هو بكم ب 10000 دينار يلا يعني فوق 100000 الهاي نوك بات هاينك اسود بلاك هذا هاينك 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 بلاك بعشرين دينار عشرين دينار بس يعني الف عليها لا عشرين دينار يعني 10 مليون يعني 200 ريال لا 10 دينار 20 دينار يعني 10 مليون قري قري اي اي السروال 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 طيب ب 500 دينار 500 ريال 500 دينار يعني 250 ألف ريال على كيف الشوز شوز بركان ايه شو شو ايه شو لا حبيبي ها لا وش الشو علمني هذا الشو لا شوز شوز شو فهمت اسمك ايه شوز شو يعني تمشي تصنع شو يلا مشينا مشينا يلا يلا فهمت يعني شيء ايه كم يحاسب يلا يلا تناظرني تصدقوا 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 والله اني سفير عادي اي واحد اشوف يلا تصدقوا 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 يا صنع سحب الكاميرا تقاطع على صوت هذا والله خلاص ادمن تقاطع على صوت هذا لا لا ما في حوز لا تؤذي ولا تحزي حوز حد يحط هذا شوف الامبراطور شوف هات اديو اديو سيف سيف عطي اديو انكب انكب وين تعال 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 كلمة البطل تعال تعال اشوف اشوف حكينا لا تناظرني بعين دقيقه خلني اغسل لا 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 عين ودها طايحه والله ما لي دخل قسم بالله والله ما لي دخل انت وجاي برا يبغى تجرب سيف طيب طيب انا اعلم ها الود
لا لا يلا حبيبي الورد اللي طايح ما لي دخل انا اشوفه يبدا تعال تعال ما لي دخل ما لي دخل ما لي دخل تكفى يا حرام ما لي شغل الورد تسوي رومانس انت وراسك من الطلوه انا ما برا انا برا ما عندكم احنا برا لا والله برا يا امبراطور الله يرضى عليك مو احنا انت عشانك ما الحصى امر عليهم يلا لقط الورد يلا عبيد قول ماجد عيسي يلا قوم نايف الورد الورد اللي قطع الورد على الصفر ده وردك انت اللي جايبه انا اهديته اللي ما جيت هدايا اهديته عشان ما يتعقد ليه تهديهم ما يتعقد ليه يتعقد بيجي اللي تعقد انا شغل وصخ احمد لا 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 طبعا هذا مو ما شاء الله زدت فوق دبل جيم لا لا اسمع 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 40 لا هذه تروس ما لي شغل طيحت هذا ويلكم سيف ازغبي يا سيف شكرا لك دائما الله يطول عمرك شكرا لك دائما الله يعطيكم العافيه اي نيد ليسن تو ميوزك اوكي فريق دائما ايش رايك فيهم فنانين بات اي نيد هايس بطني خلاص بعطيك نقاط يا ترك الدوسري اعطهم نقاطي لا يطلعون لا يسوون فقره خلاص خذوا نقاط انت وخالد انت عندك مليارين نقطه وانت عندك 700 مليون خلاص يا رجال تدري ايش قال العالم تدري ايش